يا مساء الفل. شوفوا، بدل ما انا ظهرت لكم يبقى في حاجه حلوه النهارده، في غدا حلو كده يعني. يلا بينا. بيني وبينكم طالبه معايا عكاوي، فكلمت الشيف قلت له بقول لك ايه، انا جاي لك في الطريق عايز كده حاجه من اللي قلبك يحبها. قال لي تعالى يا ابو حميد. يلا بينا على تريبيانكو. المكان طبعا مش اول مره اكل فيه، بس انا متعود على حاجات معينه هجربها. حسام بيه، مساء الفل. اخبارك ايه؟ الحمد لله. طاولتي فين؟ هي دي. يلا بينا، تعالوا نشوف بقى نزل لنا ايه. اول حاجه بينزل لنا الشوربه هنا ضيافه، هنا طاجن عكاوي مع الرز، وده سعره 3.5. مخللات زي ما انتم شايفين، طحينه المتبل، السلطه، واخيرا الورق العنب. يلا بينا. اول حاجه هنجربها الشوربه. الشوربه عندهم بتيجي سخنه، طعمها حلو، مش اول مره اكلها. بسم الله. بس عايز الوم كمان. نجرب بقى ورق العنب. روعه، طعم حلو. دلوقتي بقى طاجن عكاوي. اول حاجه نشيل الجرنش ونيجي بقى بالشكل ده، نعمل يعني كده بالظبط كده كده. طبق الرز ونحط بقى العكاوي ونقطع ونقرا. اول حاجه ناخد كده ايه، حاجه من التسبيله الموجوده، التتبيله بتاعتها. بعدين المنظر ده كده، لو طلعت معاكم كده اعرفوا ان هي 100 100. هيك العكاوي ناكل بقى. بسم الله. اهم حاجة وهي في الفرن بلغوا الشيف ينشفها من فوق شوية.